تشاهدون في هذه الحلقة خطوات عملية في تعزيل إدماج الفئات الأشد فقراً في المجتمع، وتأكيدات بأن التعليم هو المدخل المناسب لتعزيز الاندماج. بني حماد بتعز، أرض الوديان والأنهار والطبيعة في صورتها الأولى. بالتزامن مع الشهر العالمي أكتوبر الوردي، فرق تجول مدارس وجامعات تعز للتوعية بأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي. مرحبا بكم من جديد في مستهل حلقتنا. نبقى مع موجز سريع لأهم الفعاليات والمناشط المختلفة التي شهدتها تعز خلال هذا الأسبوع. بدأت بتعز أعمال الورشة الخاصة بإعداد خطة الاحتياجات الطارئة والمستدامة للعام 2020 في مديريات المحافظة. وتهدف الورشة التي ينظمها مكتب التخطيط بالمحافظة على مدى 15 يوماً إلى تمكين مدراء المديريات وإدارات التخطيط على إعداد خطة واقعية للاحتياجات بناء على تحديد الأولويات والأعمال الإنتاجية المستدامة على مستوى المديريات، وبما يضمن الخروج بمصفوفة تشمل تقدير الأضرار المترتبة على الحرب في مختلف المجالات وتحديد الاحتياجات الخدمية داخل المحافظة. تواصل بمديرية القاهرة بتعز الأنشطة والفعاليات الرياضية، والتي كان آخرها الدوري الرياضي لكرة القدم والطائرة لفئات البراعم، وتتنافس للفوز بكأس الدوري عدد من الفرق في إطار المديرية. ويأتي هذا النشاط الرياضي ضمن مشروع تعزيز الاستجابة المجتمعية الذي ينظمه الصندوق الاجتماعي للتنمية تحت شعار الصحة النفسية ضمان لتنمية مجتمعية مستدامة. مشاهدينا، تعد قضية دمج الفئات الأشد فقراً في المجتمع اليمني من القضايا الشائكة التي تحتاج إلى جهود جدية ومكثفة نظراً إلى التعقيدات الناتجة عن موروث الماضي القديم وإهمال الدولة في السابق لوضع الحلول والمعالجات لمثل هكذا قضية. غير أن تعز كانت السباقة في وضع الحلول والمعالجات عبر بوابة التعليم الذي يعد الطريقة الأفضل لدمج هذه الشريحة التي بدأ العديد من أبنائها يحصلون على الشهادات الأكاديمية ويحظون بدعم وتكريم بالجامعات. هو حرص الجميع في قضية لم تعد تهم شريحة مجتمعية بعينها بقدر ما تهم أبناء تعز. قضية دمج أبناء شريحة الفئات الأشد فقراً في مؤسسات التعليم بتعز، القضية التي بات يعمل عليها الجميع لما لها من تأثير في إلغاء التهميش والتمايز الطبقي بين أبناء المجتمع الواحد. نحن نريد أن ننطلق، نريد أن نتعلم، نريد أن نجد مننا الدكتور ومن نجد مننا الطيار والمهندس، هذا حق لنا في المجتمع. وإذا كان التعليم هو البوابة الرئيسة للارتقاء والنهوض بأفراد هذه الشريحة المهمة في تعز وعموم الوطن، فإن الدعوات التي يطلقها ناشطون وحقوقيون لا تتوقف، وأهمها المطالبة في إتاحة فرصة التعليم من خلال تخصيص مقاعد في المدارس والجامعات. من خلال التعليم يزول الفوارق بين الطبقات والأطياف، فالتعليم هو الذي يبني الأوطان، وهذه الفئة هي تحتاج إلى تعليما لدمجها في المجتمع وجعلها شريحة مهمة. ويعد ارتفاع نسب مكون الفئات الأشد فقراً في جامعة تعز مؤشراً جيداً يعكس وعي هذه الشريحة بأهمية التعليم، وعي شجع الجامعة إلى جانب تخصيصها مقاعد مجانية في كلياتها المختلفة بتنظيم حفل خاص. أولاً نحن سعداء بتكريمنا كخريجين للفئات الأشد فقراً المهمشين. أتمنى من جامعة تعز استهداف كل الطلاب الخريجين للدراسات العليا للماجستير والدكتوراه ليتم مواصلتهم لتعليمهم العالي ليكونوا أعضاء فعالين في المجتمع. قادة هذه الفئات الممثلين في الاتحادات والجامعات الخاصة ينظرون إلى مسألة دمج الفئات الأشد فقراً في المجتمع من جانب حقوقي،
وهو الحق في المواطنة المتساوية، ويطالبون بإنهاء ما يصفونه بالإقصاء والتهميش على أن الالتحاق المجاني بمؤسسات التعليم والحصول على الوظيفة العامة هو أولى الخطوات على طريق إلغاء التمايز وفقاً لمقررات مخرجات الحوار الوطني والقوانين الدولية ذات الصلة. وللبحث في قضية معالجة أوضاع الفئات الأشد فقراً ودمجها في المجتمع، نستضيف رئيس الاتحاد الوطني للفئات الأشد فقراً الأستاذ هزاع قائد سالم. مرحباً بك أستاذ هزاع معنا. أهلا وسهلا. أولاً، تقييمكم لوضع الفئات الأشد فقراً، وأين وصلتم في مسألة معالجة أوضاعهم والمطالبة بحقوقهم؟ والله نحن طبعاً الاتحاد الوطني تأسس في شهر 10/2018 تقريبا، عاد انا ما لناش الا فتره وجيزه، لكننا على ما اظن نحن انجزنا الكثير. طبعا نحن اهم شيء عندنا في المرحله هذه مصوبين عملنا نحو التعليم. التعليم لولا التعليم مهم لدرجه رئيسيه، انه التعليم هو الذي سوف يوصلنا لحقوقنا في الدمج الاجتماعي في المجتمع. ثانيا الكل من الذي يكون متعلمه بيفهم حقوقه وبيفهم واجباته. بدون التعليم لن نحصل على حقوقنا في البلاد هذه. على ذكر نقطة التعليم، تكريم مؤسسة التعليم لأحفاد بلال، هل يعطي مؤشر إيجابي يعني لمعالجة هذه أوضاع هذه الفئة، ويعتبر خطوة مهمة على طريق منحها حقوقها، خصوصا وأن هناك منح خصصت للمتعلمين من أبناء هذه الفئة؟ أنا بالنسبة لي في البداية أحفاد بلال هذه، أنا أحفاد بلال يشرفنا أن نكون أحفاد بلال، ولكن حسب تعبيري أنا وحسب وجهة نظري أنه تطمس الهوية الوطنية لنا كيمنيين. نعم. أحفاد بلال أنا أفضل كلمة مهمش، ومصر على كلمة مهمش حتى يحصل المهمشين على حقوقهم. هل كلمة مهمش أليس فيها انتقاص لكم أنتم يعني؟ كل المصطلحات فيها انتقاص، حتى أحفاد بلال فيها انتقاص. نعم. أيوة. صح ان يشرفنا ان نكون احفاد بلال، بلال الذي ساوى الاسلام بينه وبين عمر وابو بكر وسلمان، لكن انا اظن انها بتسلبنا هويتنا الوطنيه. اما بالنسبه كل المصطلحات التي تطلق علينا كلها مصطلحات تمييزية وعنصرية بدرجة أساسية. بالنسبة للمنح، احنا لدينا منح، وتفضلت الجامعة في محافظة تعز، مشكورين برئاسة رئيس الجامعة الدكتور محمد الشعيبي، وكذلك نائب الدكتور رياض العقاب، على تسهيل المعوقات لدي طلابنا من الفئات المهمشة من حيث الرسوم الدراسية والمقاعد، وتسهيل كل المعوق والأنشطة في داخل الجامعة، وكذلك المعاملة المرنة يعني الذي أدت إلى مواصلة طلابنا العملية التعليمية حتى تخرجهم. يعني حتى المعالجات النفسية داخل الجامعة لطلابنا من الكادر داخل الجامعة. نحن نتميز في مدينة محافظة تعز غير بقية المحافظات. مثلا في صنعاء الآن طردوا المهمشين من داخل الجامعة، من داخل قيادة الجامعة. نحن لدينا الآن طلاب في كلية الطب هنا في محافظة تعز. تجدون هناك تقبل من المجتمع نفسه يعني لهذه الفئة؟ نعم، داخل تعز ربما نكون نحن أفضل حالا، يعني أحسن حالا من حيث التعليم، من حيث كذا، غير بقية المحافظات.
هل الأحداث الجارية التي تشهدها البلاد هل أثرت على حصولكم على حقوقكم التي نص عليها مؤتمر الحوار الوطني؟ طبعاً الأحداث أثرت على الوطن بكامل، ونحن جزء لا يتجزأ من التركيبة اليمنية. وطبعاً نحن أكثر تضررنا أكثر الناس من الحرب لعدة أسباب. طبعاً نحن أنت تعلمين الفقر مدقع. نعم. عندنا من ولذلك كذلك مساكننا أكثر المساكن لدينا من الصفيح. نعم. ومساكننا كانت في أطراف في أطراف مدينة تعز، أكثر المساكن حقنا في أطراف مدينة تعز، وهي كانت أكثر عرضة للقمع والضرب ولا منها زيد المشكي، منها عصيفرة، منها المفتاش، منها وادي جديد، منها هؤلاء المناطق. قد تقولي إنه البيوت دمرا بشكل كبير جدا بسبب القصف. أيوة. أما بالنسبة للمخرجات الحوار، نحن طبعا معنا أكثر من عشر قرارات في مخرجات الحوار، ولكننا لم نحصل على قرار إلى يومنا هذا. طبعا أنا معي قرار أن أنا أمسك نائب مدير عام صندوق النظافة والتحسين، ولي سنة من 8 من 10/2018 إلى 10/2019 ولم أحصل على التوقيع. عدنا هناك هضم لحقوقكم، يعني هذا ما تريد قوله، لكن هل لديكم أنشطة على مستوى الخارج، مثلا تحركات حقوقية لإبراز قضيتكم يعني في المحافل الدولية أو حتى في المحافل العربية؟ لا طبعا لا نحن معنا الأخ رئيس الاتحاد العمانة، طبعا رئيس فرع الاتحاد الوطني في محافظة تعز، ومعنا رئيس الاتحاد العام الأستاذ نعمان قائد، كذلك هو عضو لجنة الحوار الوطني وعضو لجنة الرقابة، الآن هو العضو رقم 85 تقريبا في لجنة الحوار، وهو الآن موجود في الرياض. طبعا هو نحن نرفع تقارير إليه، وهو تواصل مع الجهات الخارجية، منها كذلك نحن في الآونة الأخيرة رفعنا تقرير حول الانتهاكات الذي حدثت لنا أثناء الحرب. التقرير طبعا الانتهاكات الذي حدثت لنا ومن المتسبب فيها، وصبينا وتطرقنا للمتسبب فيها، والآن التقرير الأخ نعمان يعده صيغة النهائية وسوف يرسل إلى مجلس الأمم المتحدة. لأبناء هذه الفئة دور بارز في الدفاع عن مدينة تعز في مواجهة المشروع الانقلابي، ماذا عن هذا الدور خصوصا وقد قدم شهداء من أبناء هذه الشريحة في معارك الكرامة والشرف داخل المدينة؟ بالبداية نترحم على الأخ العزيز الشيخ عبد الحكيم الهلالي، هذه نكيته، ولكن اسمه نشوان غالب قاسم الهلالي، هو الذي بدأ تشكيل كتائب أحفاد بلال منذ الوهلة الأولى لغزو الحوثيين لمدينة تعز، وكان أول المدافعين في المدينة هو بعض زملائه، وتشهد لهم جبهة تعبات، وتشهد لهم جبهة الشقب، وتشهد لهم جبهة السلو، وتشهد لهم جبهة الحق الكدحة. ولقد سطر وأروع البطولات، ويشهد لهم معبر الدحي الذي كان
اللي كان هذا المعبر عبارة عن معبر غزة لنا في مدينة تعز، وكان تنتهك فيه كل الحرمات. لقد قدموا زملائنا وأخواننا التضحيات، وهذا ليس بقليل على الوطن. لابد أن واحد من أجل أن تثبت أنك جزء لا يتجزأ من هذا الوطن، لابد أن يكون لك رصيد في هذا الوطن. نعم. إذا الأستاذ هزاع قائد سالم، رئيس الاتحاد الوطني للفئات الأشاد فقرا، شكرا جزيلا ضيفنا في هذه الفقرة. شكرا اللي كانت بالقيس لاستضافتي لنا في برنامج الحارمة، وشكرا اللي كانت بالقيس على مواصلتي متابعة القضايا الوطنية وبالخصوص قضايا الفئات المهمشة. مرحبا بكم من جديد. تزخر محافظة تعز بالعديد من الأودية الخضراء التي يزرع فيها صنوف مختلفة من الحبوب والنباتات، وتعتبر منطقة بني حماد جنوب تعز من المناطق التي تحتضن عددا من الأودية دائمة الجريان. نتابع. قرابة ساعة سفر ومركبتنا لا تزال تشق طريقها باتجاه مناطق بني حماد الواقعة ضمن نطاق مديرية المواسط جنوب مدينة تعز في منطقة غبيرة، وحيث تتراءى الخضرة على امتداد. آثرنا التوقف لاستطلاع المكان وأخذ قسط من الراحة، ووقت كان الجو يكرم الزائر بنسمات تعطر الأنفاس وتلطف الأجواء وتنعش القلوب. ركنا مركبتنا جانبا وأخذنا مسارا من النزول التدريجي حتى صرنا على ماء جار، وحين السؤال علمنا من أصحاب الأرض أننا في وادي الخير ببني حماد، وهو واحد من ثلاثة أودية تتصل ببعضها البعض. لم نشعر بالغرابة حين كنا نسلك مجرى الوادي على مهل، ونحن لا نرى تجمعات سكانية تقطن مبتدأ وادي الخير. وقد خبرنا وتعلمنا من الآباء أن السكن عند مجرى الوديان هو ضرب من ألا معقول، فالسيول تأخذ كل ما في مجراها وتتهدد من يعترض الطريق. عشنا والطبيعة وهي وحدها من كانت تفيض علينا بوافر الخير، حيث الماء الجاري الدفاق والخضرة الوارفة في الحقول عن يمين وشمال. حتى إذا ما وقفنا على مفترق طرق من هذا الوادي سألنا، لندرك أننا أمام خيارين: إلى وادي الضباب أعلى بني حماد، أو إلى اليسار باتجاه وادي الجاح. الماء هذا اللي تجمع من وادي الضباب، واعتقد كمان من ناحية دبحان ينزل وتجمع هنا في هذه المنطقة، وبعض الأحيان برضو تجمع من عندنا من وادي النبيرة، ويلتقوا هنا الماء كامل في هذه المنطقة. أخذنا اتجاه اليسار ومرادنا الكاسر، وهو مكان نبع الماء أعلى وادي الجاح. وردنا النبع فشربنا صفوه، ووجدنا الصغار والكبار يمارسون رياضة السباحة في هذا الحاجز، فانضممنا إليهم لصفاء الماء الذي يتجدد من نبع في داخل البركة باستمرار. الأمطار الغزيرة على وادي الجاح ببني حماد تجعل من هذه البيئة أرضاً خصبة ومرتعاً للمواشي التي يعتاد الكثير هنا على تربيتها. أنا وربي الغنم وربي الكساب وربي ذي ربي ذي، لأن لما تكون أنت هاجم معتمد على ذوي تكون مستهمة به، ولا اللي مع الحشيش هذا يسمون الرعيهين، ما أنا هم الهنش، لأن لما تكون الحاجة في بيئة أنت ضروري تستهمة به وتقوم بالواجب والزيادة عاد الزيد. تكثر الزراعة في الحقول والوديان والمدرجات الزراعية، فإلى جانب البن الذي تشتهر به بني حماد تزرع في هذه المناطق صنوفاً مختلفة من الأشجار.
من حيث الزراعة يعني كما تشوف الذراء والحيق والغريب والدخن، يعني هذا يعني الزراعة لأنه موسم الزراعة حق يعني المحصول. يوجد في منطقتنا زراعة البن والفواكه ولا بعض الخضروات نفس البطاط في بعض المواسم، ويزرع هنا في منطقتنا المانجا والفرسك، ويزرع في منطقتنا الخرمش اللي هي السفرقل. يتخذ العديد من أبناء تعز من بني حماد وأوديتها الخضيرة متنزها للاصطياف والتفسح. نظرا لتوفر الماء طبعا يجو وفود كثيرة من السواح إلى هذه المنطقة بسبب خضار، شوف المناظر الدنيا والأشجار خضراء والمناظر خضراء وتوفر الماء كمان. وتعتبر مناطق بني حماد واحدة من البيئات الخضيرة التي تشتهر بها محافظة تعز. المرأة هي نصف المجتمع، لذا لا غرابة أن نجد بعض الهيئات والمؤسسات التي تعنى برعايتها وتبذل الكثير للحفاظ على صحتها. عالميا تم تخصيص شهر أكتوبر الذي يعرف بالشهر الوردي للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وبهذه المناسبة يبذل أطباء وفرق بتعز مجهودا مهما للتوعية بمخاطر هذا المرض وأهمية الكشف المبكر للعلاج والشفاء منه. هل عرفت شيئا عن الشهر الوردي الذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام؟ من هذه العيادة بمدينة تعز التي تزينت باللون الوردي وكست الملصقات والأشكال الجذابة جدرانها، كانت البداية لتكوين المعرفة عن خصوصية شهر أكتوبر الوردي وأهميته للجميع وبالأخص النساء. نحن نقوم باستقبال الحالات هنا بالعيادة من أجل الكشف المبكر لسرطان الثدي، بحيث نحن نقوم بتعليم النساء اللواتي يأتين يجين للعيادة كيفية عمل الفحص الذاتي، ونحن كمان نقوم بالفحص الذاتي السريري للمريض نفسه، بحيث إنه بالبيت يعني بإمكانه إنه يعمله بالبيت بنفسه تعمله. المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بتعز وبمناسبة الشهر العالمي للفحص المبكر للكشف عن سرطان الثدي كلفت فرقا طبية وتوعوية لاستهداف المدارس والجامعات، وكذلك بهدف تحفيز النساء على الفحص الذي يمكن علاج مرض سرطان الثدي حال الاكتشاف المبكر، وبما يحقق الوعي العام بأهمية الكشف وكيفية الوقاية من المرض وعلاجه. نزلنا احنا حملة توعوية إلى المدارس وإلى الجامعات لأن أهم شريحة المتعلمة، يمكن تلقى لنا هذه الرسالة إلى المنازل وإلى المجتمع بشكل عام لأهمية الكشف المبكر وأهمية الفحص الذاتي عن الأورام. تشير الإحصاءات الطبية إلى ارتفاع حالة الإصابة بمرض سرطان الثدي بين النساء بتعز والتي تجاوزت 1100، إضافة إلى تسجيل 22 إصابة بهذا المرض بين الذكور، ما يستدعي الوقوف أمامه بجد والتعريف بمخاطر تجاهل علاجه. في تعز تجاوز الآن عدد الحالات 1128 حالة، من بينهم 22 حالة رجال. هذه أعداد لا يستهان فيها، أعلى نسبة من أنواع السرطانات هو سرطان الثدي، ويمكن الكشف المبكر عنه بشكل مبكر ويمكن إنقاذ الحياة بشكل أفضل إذا تم اكتشافه مبكر. تعرفت الكثير من الطالبات التي تم استهدافهن من قبل الفريق الطبي على العديد من الممارسات التي تمكنهن من الفحص الذاتي داخل المنزل، كما أخذنا فكرة عن الأعراض التي قد تكون مؤشراً على الإصابة. يعني احنا الان بهذه التوعيه فهمنا كيف عمليات الكشف، علشان يعني اذا حصل باصابه مبكره يتم المعالجه بشكل اسرع، عكس لما يكون مثلا كشف بطريقه متاخره بيكون يعني عمليه المعالجه بشكل يعني صعبه او يعني تؤدي الى مخاطر اكبر. استفاده لنا كثير لكي نقي انفسنا من هذا المرض، ولانه منتشر كثيرا في اليمن ونسبته اصبحت تخوف كثيرا.
أكتوبر الوردي هو الشهر العالمي للتوعية بمخاطر سرطان الثدي، وأقر هذا الشهر كيوم عالمي ضمن مبادرة عالمية العام 2006 بهدف التوعية بمخاطر هذا المرض الذي يمكن علاجه حال الكشف المبكر. وبهذه الفقرة مشاهدينا نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، دمتم وفي أمان الله. تحس مدينتي نعم المدينة، سقاها الصبح نسبته ولنا، سقاها الصبح نسبته ولنا. تحس مدينتي.